الشيعة الرافضة ديل أسوأ بشر يعتقدوا عقائد إبليسية شيطانية. ده كتاب أصول الكافي فيه 4 كتب و4 مصنفات هي أعظم ما يعتقد فيه الشيعة من الكتب حول العالم. في أصول كافي الجزء الأول قال: وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام وما يدريه ما مصحف فاطمة عليها السلام. قلت: وما مصحف فاطمة؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. إذن قرآن الشيعة غير القرآن النزل من السماء الموجود بأيدي المسلمين. دين الشيعة غير دين الإسلام. يا مسلمين ما تتغشوا بهنا الحسين يقول لك سنضرب اليهود، كذب الكلام. بهناك ناس الحزب الله يقول لك حنضرب اليهود، حنضرب لهم، سنين ما ضربوا لحد الليلة، ده كله كذب يا إخواننا. ولا يمكن 300 صاروخ قال فكوه على اليهود، ولا صاروخ واحد كسر له بيت واحد، ولا قتل يهودي واحد. لكن دي مؤامرات بين الشيعة الحوثيين واليرانيين وناس حزب الله، واتفاقيات مع اليهود. يهود بيكونوا دايرين يحتلوا لهم مدينة أو دولة أو مكان من المسلمين، بيقولوا لأعوان من الشيعة دي كان حوثيين كان حزب الله، يقول لهم أعملوا لنا شوشرة في المكان الذي نحتلوا ده. تبدأ الشوشرة، يجي اليهود يضربوا الدولة والبلد تحت المسلمين، يمسحوها كلها ويحتلوها زي ما حصل في غزة. فأوعوا يا مسلمين وفوقوا، واعرفوا عدوكم من صالحكم. الله أعلم.